السلام عليكم يا أكارم، تهب عليكم النسائم. فبعد الصلاة والسلام من الله العالم على النبي صاحب الخلق والمكارم. قال الراوي: يا سادة يا كرام، نتحدث اليوم عن فارسنا المغوار عنتر بن شداد. وعنتر ولد أسود اللون، وتعني كلمة عنتر الشدائد والشجاعة في الحرب. وعنتر هو أحد أشهر الشعراء والفرسان العرب الأشداء، وسبب سواده أن أمه زبيبة كانت أميرة حبشية أسرت في الحرب كسبية، وأعجب بها شداد فأنجب منها عنتر الذي كان مختلفا عن بقية أقرانه من البشر في ضخامة جسمه وطول قامته المعتبر، فكان صلب العظام والقوام إذا نظر تطاير من أحداقه الشرر، لأنه ذاق مرارة الحرمان وشظف العيش المحتقر. فولده شداد لم يعترف بنسبه الموقر، فما زال الفتى يكبر ويشتد حتى شاع ذكره وصاح وزاع صيته وامتد، فكان شديد البطش والجد، فإذا تجاسر عليه أحد أزاقه الويل والوعد. كثرت الشكوى عليه والكلام، فضاق صدر والده شداد وصار يلام، فأعطاه قطيعة من الأغنام وأمره بالذهاب إلى البوادي ليرعاها بانتظام، عند عين ماء لبني عبس تسمى ذات الآصاد. وفي يوم من الأيام اجتمع على الغدير الرعاة والأولاد، ووقف العبد راجي يسقي إبل سيده شعس ابن الملك زهير ويمنع من السقي الناس، فتقدمت منه عجوز وأخذت تستأذنه لكي يسمح لها أن تسقي غنماتها، فما كان من العبد إلا أن لطمها على وجهها لطمة ألقتها أرضا فبانت سوءتها فتضاحك العبيد عليها. قال الراوي: يا سادة يا كرام، كان عنتر حاضرا الواقعة، فأخذته النخوة العربية الجامعة وصاح في الراعي صيحة قاطعة: ويلك، كيف تضرب امرأة وادعة؟ فهجم الراعي على عنتر ولطمه لطمة صادعة، لو أصابت غيره لمات في الحال. فإذا بعنتر يمسك بالعبد ويرفع بيديه ويلقيه على الأرض، فهجم العبيد على عنتر بالعصي والحجارة فتلقاهم بشجاعة وجسارة، وضرب باليمين والشمال فلم يستطيعوا أن يصلوا إليه فصال وجال. ووصل الأمير زهير فعفى عنه ولم يعاقبه بعد أن علم أن عنتر كان يدافع عن امرأة مسكينة. ولما عاد إلى الحي وجد أن فعله قد انتشر في القبيلة، وأحاطت به النساء والبنات تسأله عن حاله، وكان ممن أحاط به حبل بنت عمه مالك، وهي أجمل من القمر، وبها عنتر افتتن وانسحر. قال الراوي: يا سادة يا كرام، وذات صباح ركب عنتر جواده وساق الجمال للمرعى، ومعه أخوه شيبوب أفرس الشباب والأوعى. إذا ركض شيبوب سبق الغزلان ولا يلحق به فارس على حصان. وبينما عنتر يرعى الإبل وينسج لعبل الأشعار، لحظ في الجو غبار وانجلى عن 300 فارس كأنهم الليوث العوابس. فلما زال عنهم الغبار واقتربوا من المراعي ورماحهم تتلوك الأفاعي، انفصل منهم 10 فرسان أبطال شجعان من بني قحطان، خرجوا من أرضهم حتى أتوا أرض بني عدنان، وصادف مرورهم على مراعي بني عبس. فكان أولاد الملك زهير عند عمهم يشربون المدام بالكأس، حملوا عليهم ليأخذوهم أسارة، وبادروهم بالضرب بالسيف تارة تارة، وتعالت الأصوات فهم حيارة. فسمع عنتر بن شداد صياحهم وقد مدوا إلى بني عبس رماحهم، وخاف عليهم أن تصيبهم سهامهم، فقام دفاعا عن مالك بن زهير الذي أحبه أكثر من الغير. فصاح في أخيه شيبوب: اتبعني يا مهيوب. وأسرع حتى أدرك فارس القوم فاتك بن محبوب، فانقض عليه في الحال وطرحوا أرضا، ثم حمل على بقية الرجال ففرقهم ذات اليمين وذات الشمال، فهربوا راقضين فوق الرمال، فزاد العجب العجاب، فمن بقي منهم إلا وطلب الهرب،
وتفقد عنتر أولاد الملك زهير لخوفه على مالك ورآهم سالمين دون مهالك. كان العبيد الذين في المراعي قد نقلوا الخبر إلى بني عبس، فخاف الملك زهير على أولاده وركب مع فرسانه. ولما وصلوا إلى مكان القتال إذا بعنتر قد فرق القوم، فعاد بنو عبس إلى الخيام وعنتر بين أيديهم كأنه السبع الضرغام. قال الراوي: يا سادة يا كرام، فرح الملك زهير بسلامة أولاده وشكر عنتر على حسن دفاعه ووداده، فعرف القوم بجلية الخبر وما فيهم إلا من أثنى على عنتر وشكر. ولما وصل الملك زهير إلى المضارب جدد لأولاده الوليمة والمشارب، وأجلس عنتر إلى جانبه وسقاه من شرابه، وخلع عليه من ملابسه خلعة مشاة بالذهب، وأركبه فرسا من أجود خيل العرب، وقلده بسيف محلى بالذهب، وقال لأبيه شداد: لا تخفض بعد اليوم منزلة عنتر برعي الجمال بعدما بدا منه تلك الخصال، ولا تمنعه من مشاركة غزو الأبطال الشجعان، حتى يقال أن لبني عبس فارسا تذل له الفرسان. وأطلق عليه الملك زهير رقب حامي بني عبس وفارس كل من طلعت عليه الشمس. قال الراوي: يا سادة يا كرام، ارتفع موضع عنتر في القبيلة وزاد في حب عبله عبلة الجميلة، فوقف أمام خبائها وخرجت بكامل حيائها وأنشدها: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند يقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. وشاعت أبيات عنتر في جميع القبائل. قال الراوي: ذات يوم كان بنو عبس آمنين في مضاربهم سالمين، فسمعوا الصياح من الشمال واليمين، والغبار قد خيم على الروابي. فقال شداد: لقد نزلت من الدواهي. واقتحم رجال المتغطرس المضارب بارتياح، فرعوا النساء في خوف وصياح، والبنات من شدة الهلع تكاد تستباح، وقد أثخن الغزاة من بقي من فرسان بني عبس بالجراح. وقال شداد لعنترة: هيا وأريني اليوم منك ما قد كان، وما سمعت عنك بالدليل والبرهان. فقال عنتر: نعم يا مولاي، ليس الخبر كالعيان. ثم وثب إلى فرسه وقاد الشجعان، واستل الصارم البتار، فبضربة عن اليماني هوى عن يمينه ألف من الفرسان. وأبصر المتغطرس بن فراس خيله ترتد وقد وجلت سروجها من أصحابها. قال الراوي: فنزل من الرابية وبمن معه وأكثروا عليهم الصياح، فرجعت الخيل المنهزمة لما رجع أميرها، والتهبت نيران الحرب وزاد سعيرها، فالتقاه عنتر ومن معه من الفرسان بالصدور حتى أنزلوا بالأعداء البلاء. وأقبل الملك زهير وهو لا يصدق أن أهل الحي في خير، فلما رآه مقبلا استقبلوا بالبشرى وأخبروه ما فعل عنتر. وقال الملك: لله در عنتر صاحب الواجب، ولئن طال عمره ليسودن على كل محارب. ترجل الملك زهير ودخل على زوجته تماضر، وبعد أن رحبت بمقدمه أخذت تمدح عنتر بتفاخر: لقد حمى عنتر الحريم كالكرام، فعظمت عند منزلته باهتمام. ثم أمر بذبح الأغنام، واجتمعت حوله السادات والفرسان والأمراء العظام، وحضر الربيع بن زياد، وأتى أيضا بنو قراد وزخمة الجواد ومالك وشداد. كان عنتر قد وقف للخدمة مع العبيد، فناداه الملك زهير بتعظيم واحترام: لن تجلس يا عنتر إلا بين السادات الكرام، ولا شربت من قدحي إلا معك المدام. ثم أداه وبش في وجهه الابتسام، وقد قدم للجميع الطعام، ودارت عليهم الكاسات، وعزفت القيان المائسات، وضربت بمزاهرها الجواري المولدات، وطابت لهم الأوقات. قال الراوي: يا سادة يا كرام، وقد جعل الملك زهير عنتر خاصته ونديمه وسميره وكليمه، وكلما أراد أن يقف في الخدمة منعه وسقاه وقربه منه وأدناه، وتقديرا لشجاعته خلع على عنتر خلعة لا يلبسها إلا الأكابر، وعممه بعمامة معلمة بالذهب، وقلده بسيف يدعو إلى العجب، وخرجوا من بين يدي الملك زهير وهم بأنعم حال
وأوفر خير وطرب. قال الراوي: يا سادة يا كرام، ولما اقترب شداد من مضاربه ترجل عنتر ومشى في خدمته حتى وصل شداد إلى خيمته، وقبل عنتر يديه وقاله له: يا مولاي، لماذا لم تعرف حقي كما عرفه القريب والبعيد وتبلغني من كما أريد؟ فقال: قل لي ما حاجتك حتى أقضيها وأبلغ نفسك أمانيها. وكان شداد يظن أنه يطلب نوقا يقتنيها أو خيمة يسكن فيها. فقال: يا مولاي، إني أحب أن تلحقني بك في النسب، وأن تنزع عني عار العبودية بين العرب. فلما سمع شداد كلام عنتر العجب، قال: لقد حدثتك نفسك بأمر يحفر لأجله رمسك، ولقد لعبت خلعة الأمير زهير بعطفيك، ودخل كلامه في إذنيك، وأردت أن تضعني وترتفع وتتركني حديثا لمن تحدث وسمع. والله ما بقي لك جواب على هذا الكلام إلا ضرب الحسام. ثم جرد حسامه وهجم عليه، ففرت العبيد من بين يديه، وسمعته زوجته سمية فخرجت من الخباء مكشوفة الرأس منشورة الزوائب منزعجة الحواس، ووقعت على صدر شداد وقبضت السيف بيدها وقالت: لا أمكنك من قتله، لأننا ما ننسى فعاله، وما أظن تنكر صنيعه وأفعاله، وإن كان قد طلب منك شيئا فإن السكر قد غير عقله وحاله. وما زالت تمسك بزوجها حتى سكن غضبه، ثم أدخلته الخباء وأضجعته، والسكر قد غلب عليه. أغارت قبيلة طي على بني عبس في ثأر لها، إذ سبق لقبيلة عبس أن غزتها وساقت إبلها، وكان عنتر يقف مع العبيد حيث هكذا له أريد. واشتد الخطب على بني عبس، فطلب منه والده شداد رد النفس وصاح به: كر يا عنتر. فأجابه عنتر: العبد لا يحسن الكر، بل يحسن الحلب والضر. وفي تلك اللحظة لم يجد أبوه بدلا من أن يمنحه اعتباره، فصاح به: كر وأنت حر. فكر عنتر وراح يهاجم، فكان النصر لبني عبس قادم، فاحتفلت القبيلة بعنتر وكرمته تكريم الأكارم. ثم تقدم عنتر إلى عمه مالك وهو حالم يريد ابنة عمه غير نادم، ولكن عمه تبغدد رفض أن يزوج ابنته من رجل أسود، وطلب منه مهرا بحكم المستحيل وليس إليه سبيل. طلب 1000 ناقة من نوق النعمان العصافير، فخرج عنتر في طلب النوق دون تدبير، ولقي في سبيلها أهوالا وتعتير، وبعد أن تهجم على رجال النعمان وقع بأيديهم أسير. وفي حضرة النعمان وقف عنتر منشدا: يا أيها الملك الذي راحاته قامت مقام الغيث في أزمانه، يا قبلة القصاد يا تاج العلا، يا بدر هذا العصر في إيوانه، ملك إذا ما جال في يوم اللقاء وقف العدو محيرا في شأنه. وحكى له عنتر قصة حبه لعبلة، وأن عمه مالك أراد له البهدلة، فطلب مهرا لها النوق العصافير المدللة. فأعجب النعمان بشجاعته وحقق حلمه وأنهى المهزلة، وعاد عنتر إلى قبيلته ومعه 1000 من عصافير الملك النعمان، قدمها مهرا لعبلة بامتنان بعد أن لحق بنسب أبيه الجليل، فزالت عنه نسبة العبد الذليل، وأصبح ابن عم عبلة الجميل، وفاز بعبلة وتم زفافه بالأهازيج والتهاليل على الطريق الحمصي. يا جمال جرم شي مالك مأوى، مالك شي مالك مأوى غير الخان، رحت على الخان اتمسيت، وينك يا جمالنا، مين دلك دارنا؟ دللي ما دللي دللي غزل البنات، يلي عيونن سود سود مكحلة تبرم شعود، أم العريض زالغطي ولالي جيتك كني يا بدر الهلالي. وهكذا دائما إذا اجتمعت المحبة مع التصميم والشجاعة يمكن تحدي الظلم الاجتماعي وتحقيق التحرر كما حققه عنتر. وعمر المشاهدين والسامعين يطول، وإلى اللقاء. الله الله.